مصر كلها طول الوقت بيبقى لها دور مهم في خلق افكار جديده. الدوله المصريه بتقولك لا بلاش سياحه اثار بس، كفايه بلاش ان احنا نعتمد كفايه فن. احنا عايزين سياحه الاثار، في ناس بتيجي عشان سياحه الاثار، وفي ناس بتيجي عن سياحه الغطس، وفي ناس عايزه تروح مرسى علم او البحر الاحمر، في ناس عايزه تروح شرم الشيخ، انما السياحه في ناس بتيجي سياحه نيليه. فهو سيادتك السياحه العلاجيه او الطبيه هي جزء اخر من مقومات السياحه، يعني هذا لا يغني عن السياحه الانواع الاخرى من السياحه، وبالعكس ده هم اللي هيجوا السياحه الثانيه دي هيحتاجوا علاج برضه، لان زي ما قلت مستر حضرتك سمعتيني، ان لما جينا مثلا 10 مليون على الاقل في منهم 10% هيحتاجوا نوع من انواع العلاج، سواء العلاج الحاد او العلاج المزمن او تدخلات الى اخره. يعني مش معقول 10 مليون مش هيجي واحد جيله زايده، مش هيجي واحد جيله التهاب رئوي. فكل دول مستهدفين ان احنا نقدم لهم خدمات صحيه علاجيه. لو سالت حضرتك سؤال، بيجي مخصوص عشان العلاج، وما زالوا بيجوا من الخليج، بيجوا من بعض البلاد الافريقيه بتيجي، كل دول ممكن يجوا. لو سالت حضرتك، يمكن معتدين دايما على صراحه حضرتك وان اجابتك مباشره، سالت حضرتك هو الهند بيروحها ملايين للسياحه العلاجيه والصحيه، تايلاند بيروحها ملايين، احنا ممكن في يوم من الايام نوصل للارقام الكبيره دي ومؤهلين لده؟ ممكن يجي لنا جزء من هذه السياحه. الله يطمنك. لما بتحط خطه ومنظومه وجوده ومراقبه ومتابعه وحط برنامج هيجي لك جزء، جزء قد ايه؟ عايزين ملايين. مش معقول كلهم هيجوا لنا، لكن يجي لنا جزء من هذه السياحه. نورتيني وشرفتيني، اشكرك. حد من الساده المشاهدين يسال يا سياده اللواء هيقول هو ايه اللي ممكن انا استفاده كمواطن من السياحه الصحيه في مصر؟ طيب هو بس الاول لازم اقول ان احنا يعني بنعد وبنجهز المؤتمر ده بقالنا سنه. النهارده بقالنا سنه بنجهز وبنعمل اعداد قوي لهذا المؤتمر. هذا المؤتمر فيه ثقه كبيره جدا من سياده الرئيس انه يدينا الرعايه، محمل علينا عبء جامد جدا ان احنا نجتهد ونوصل لما قال اليه الدكتور عوض تاج الدين، ان احنا نستفيد من الموارد اللي عماله تحود من فوقينا من ورانا من قدامنا واحنا بنتفرج. وبعدين احنا عندنا كل الامكانيات، وانتم سمعتوا الدكتور احمد طه قال ايه، الدكتور احمد السبكي قال ايه، الناس دي قالت كلام ان احنا عندنا جميع الامكانيات. وبعدين انا عندي جميع المزارات، عندنا جميع الاماكن الاستشفائيه اللي ممكن نستغلها، عندنا كل. طب ايه اللي ناقص؟ اللي ناقص احنا النهارده بنناقشه، اللي ناقص احنا هنحطه في المؤتمر النهائي، هنحط توصياتنا قدام سياده الرئيس، سياده الرئيس باذن الله هيطلع قرارات وهيصدر قرارات هيلتزم بيها كل الوزارات. اللي هيستفيد بيه المواطن، ما هو دخل السياحه العلاجيه ده بيشغل ناس كتير، ودي فرص عمل كتيره، ودخل كبير بيخش البلد وبيخش للمواطن. لما يجي عندي في حمام موسى او حمام فرعون او يجي عندي استشفاء او يخشوا مستشفيات، ما في ناس بتشتغل، في قوه عامله بتشتغل، في ايادي هتشتغل، في فلوس داخله للبلد، فكل ده هيستفيد بيه المواطن. ده الاستفاده. بدانا ننافس في المنطقه، بدانا ننافس في دول تانية بتنافس معانا في مصر طول الوقت. احنا عندنا تاريخ سياحي، هنقدر نكمل بنفس التاريخ ده في السياحه الصحيه؟ ده لازم، ده لازم، وباذن الله هنكمل، وباذن الله عندنا اراده. انت محتاجه الاراده، احنا عندنا كل حاجه، ايه اللي منعنا؟ منعنا ما كانش في اراده، يعني في ناس كانت تقول لك لا، واحنا عندنا ايه؟ واحنا مش عارف، ما عندناش امكانيات، ده احنا لا، ده انا جبت بقى رئيس الرقابه الصحيه وجبت رئيس الرعايه الصحيه وقال لك عندنا الامكانيات وعندنا المستشفيات وعندنا كل حاجه. وضحت عشان ما حدش يقول احنا مش عارفين نعالج المصريين، نعالج اللي جينا من بره، لا هنقدر ونستطيع. وانا جبت الناس تتكلم عشان تقول قدام الصحافه كل اللي انا بقول لك عليه ده. نورتني يا فندم. دكتور نهال، دايما بلاقيكي في ما لا تكلي ولا تملي ابدا في اي حاجه مصر بتدق بابها، بتبقي موجوده. النهارده في المؤتمر الدولي للسياحه الصحيه البحيره بتشارك وموجوده، شايفه ده ازاي؟ بحيره هتشارك بايه؟ حاجه كمان عايز اسالها حضرتك، مشاهد بيشوفني انا وحضرتك بيقول لك هيتعاد على المواطن المصري بايه لما يبقى عندي سياحه صحيه في مصر؟ اولا بشكرك
تغطية الحدث الهام ده، وإن شاء الله نتقابل في يوم المؤتمر 2 و3 مارس. إحنا تاريخنا بيعيد نفسه، لو حضرتك قريتي في تاريخ القدماء المصريين والفراعنة، إحنا بدأنا الطب من بدري قوي، الحجامة والعلاج بالأعشاب. إحنا لما هنا بنتكلم على السياحة الصحية، إحنا كمان بقى عندنا مؤسسات و أماكن لتقديم خدمات طبية معاصرة ترقى لهذا الشأن. احنا كنا لسه بنتشرف بزيارة معالي وزير الصحة والسكان الأستاذ الدكتور خالد عبد الغفار لمحافظة بحيرة، زار 8 منشآت صحية بتقدم الخدمة الصحية للمواطن البحراوي. 2 منهم تقدموا على الاعتماد من هيئة الاعتماد والرقابة وحصلوا على جميع الموافقات باستثناء فاضل خروج الرخصة، وثلاثة منهم هو سيادته كان مبهور بالخدمة اللي بتتقدم وسعيد، وطبعا عايزين الأحسن والأحسن. ده يقول إن مصر ماشية على الطريق السليم. نيجي لمحافظة بحيرة، محافظة بحيرة هتشارك، المعروف أن محافظة أن هي محافظة زراعية، محافظة مثلا عندنا فرع النيل برشيد، عندنا طريق الصحراوي، طريق الزراعي، لكن ما حدش يعرف عن السياحة الصحية حاجة خالص. احنا عندنا شقين مهمين قوي. الشق الاولاني هي السياحة الدينية اللي عندنا اللي بتخدم على السياحة الصحية من خلال اديرة وادي النطرون، مسار العائلة المقدسة، وده بابا الفاتيكان كان زار مصر في 2018 واعتمد هذه النقاط الخاصة بزيارة مسار العائلة المقدسة على مستوى جمهورية مصر العربية. محافظة بحيرة بتشرف ان عندها 4 نقاط. تاني حاجة في نفس المجال في وادي النطرون اللي هي كل الناس عارفاها على الصحراوي، انه ريست هاوس او الماستر او بنقف نشرب حاجة في واحة عمر، لا دي مدينة كاملة زارها دولة رئيس مجلس الوزراء، فيها حياة كريمة تمت بالفعل، فيها من القطاع الخاص اتمنى تستضيفيهم ومستثمرين كمان. ويلنس سنتر زي رمال اشوفيها على انستجرام، رمال ويلنس سنتر، عندنا الحمراء ايكولوج، كل دي اماكن خاصة سياحية، سياحة علاجية أو سياحة صحية، بالإضافة لمستشفياتنا اللي تفضل بقى وتكلم عليها الأستاذ الدكتور أحمد السبكي والأستاذ الدكتور أحمد طه رئيس هيئة الاعتماد والرقابة والدكتور حسام عبد الغفار. هيعود على المواطن بالطبع يا فندم، أي دخول لأجانب أو سياح بيعملوا أو بياخدوا خدمة بيعود على المواطن بشكل مباشر في زيادة العائد المادي اللي داخله. يعني تأكدي حضرتك إن إحنا كمان بندعم كمان مؤسسات خاصة، يعني مش هقول لحضرتك حكومي، ده المؤسسات الخاصة بيشتغل فيها أفراد، الأفراد دول لما يدخل دخل إضافي ليهم من خلال السياحة الصحية أعتقد كلنا، بالإضافة لما يكون عندنا رواج في المطارات. دلوقتي عندنا مطار سفينكس لمدينة سفينكس الجديدة على بعد بالظبط 45 دقيقة من وادي نطرون، ده بيخلي فيه توافد اكتر. احنا دلوقتي بنبني او عندنا بالفعل 3 موتيلات، وبنبني اول فندق سياحي تراثي، هو مش بيتبني حقيقة، هو بيترمم، كان قصر يتبع الملك في ادفينا، ملحق به مستشفى، وعدنا وزير الصحة والسكان هي قائمة انها ستكون مستشفى للاستشفاء الصحي النفسي. كلنا محتاجين دعم نفسي بعد ما مر بها العالم من كوفيد ومن ازمات دولية ومما نراه على مواقع التواصل الاجتماعي ومن اعباء الحياة. السياحة النفسية دي، سياحة الصحة النفسية دي حاجة مطلوبة مهمة. نورتيني وشرفتيني. النهاردة السياحة الصحية لها مكان كبير قوي في ملفات الدولة المصرية، شايفين ده ازاي؟ من زمن بقول ان مصر supposed to be ان هي على ميديكال هاب، اهم ميديكال هاب في العالم، فيها الكفاءات العلمية سواء من الأطباء من التمريض، بس اللي هو forgotten somehow تمريض، بس محتاج fine tuning. حضرتك بتقول أهم ميديكال هاب، أنا ممكن النهاردة أخد من حضرتك ده إن إحنا ممكن ننافس الهند وتايلاند؟ No دي تنافس بريطانيا اللي أنا منها. This is what طمنك ولا يا دكتور؟ That's what I'm here for، عشان تنافسي بريطانيا اللي هي بيقولوا ان هي عالم الطب في العالم. اتعمل بالمصريين، I'm one of them، ما اتعملش بحد تاني، مش بالانجليز for your knowledge. لو الانجليز قالوا لي كلام غير كده ask me. طيب الرؤية الجديدة ان احنا يبقى عندنا عوامل جذب مهمة، عندنا عوامل جذب مهمة، هل السائح في الخارج متقبل ده؟ السائح في الخارج عايز حاجة واحدة بس، عايز رعاية طبية مظبوطة،
عايز نيرسينج كير مظبوط، عايز ابتسامه جميله، عايز اوت كم، عايز اوديتس، عايز ايكونوميك انفولفمنت اوف ذا ايكونومست عشان يشوفوا البيفور اند افتر ذا هيلث كير واتس هابينج. ار وي getting a proper share of the healthcare in the world, اللي هو في 186 بليون دولار بي سبنت in the world، ولا احنا عندنا قشور؟ عندنا قشور، يبقى في حاجه معينه we have to fine tune the subject عشان نقدر نجيب السائح. السائح هيجي هيجي لما يكون المنظومه مظبوطه. So it's not about being difficult or easy. So there is already a medical establishment in Egypt, in the center of Egypt, and in 6th October. And we hope to bring medical tourism into Cairo around, rather than patients leaving Egypt to get care outside, we want to bring the expertise inside so that we can bring more attention into Egypt. في الحقيقة يمكن يوم بعد يوم الدولة المصرية بتطرح رؤى جديدة. عندنا امل كبير جدا جدا في ملف السياحه بالذات، ان احنا تفضل مصر الوجهه الاولى للسياحه على مستوى العالم. من ضمن الرؤى دي حطوا خط بالقلم الاحمر كده وقالوا لا احنا ناخد بالنا هنا، احنا محتاجين سياحه علاجيه. ليه؟ لان مليارات من الناس بتتابع السياحه العلاجيه على مستوى العالم، فبتروح تايلاند، الهند، استوقفهم جدا. احنا ليه مش في مصر؟ ليه احنا ما عندناش الكم الهائل ده زي تايلاند او الهند في ملف السياحه العلاجيه؟ كان للدوله المصريه دور، وكل يوم بعد يوم مصممين على تنفيذ ده. منورني ومشرفني استاذ سامي سليمان. اللي انا سمعت حضرتك سمعته مني ده صح؟ طبعا. شايف ده ازاي؟ شايف هو يعني هو موضوع السياحه العلاجيه او الاستشفائيه، احنا نبدا بالاستشفائيه الاول. عشان الاستشفائيه ما يعنيلهاش يعني مشاكل كتير. احنا زي اللي عمل عمليه وجاي يقعد فتره طويله، او اللي هو عايز يقعد لونج ستاي، كل دي حاجات نقدر نشتغل فيها فورا. السياحه العلاجيه بتبقى ليها طلبات اكتر، لازم يبقى في دكاتره معينين للحاله اللي جايه وكده، والادويه وكل حاجه تبقى مرحله تانية. لكن الاستشفائيه او الناس اللي بتعمل عمليات كبيره وتيجي تقعد، دي بتبقى ميزتها ان هي بتقعد لونج ستاي مده طويله، وفي نفس الوقت نقدر نشتغل عليها كويس قوي. دايما بقول مصر اغنى دوله في العالم بما تمتلكه. مصر اغنى دوله منذ التاريخ بالحضاره وبالطبيعه وبالجو وبكل حاجه وباللي ربنا مديهولنا. احنا فاضل نشتغل مع بعض وليس ضد بعض. نشتغل مع بعض من كل الوزارات، يبقى مجموعه السياحه يبقى كانك بتعملي عمليه جراحيه صعبه، لان بيخش فيها كل الوزارات. ما فيش كل وزاره تاخد الاول حصتها، احنا نجيب الاول العميل ونجيبه ونحافظ عليه. كلنا متفقين ان ده دخل للبلد، لان ما فيش مهنه ما بتشتغلش مع السياحه. يعني سمعت كلام خطير جوه جدا. سيوة، الوادي الجديد فيها ينفع ليها تبقى مزار للسياحه العلاجيه، واسوان. ده انا كنت يعني انا يمكن كنا فاكرين كلنا كمصريين او جزء كبير ان ده سينا بس. لا، انا لسه جاي من الاقصر امبارح، وكل منطقه فيها صدقيني غنيه جدا. والكلام ده كنا بنتناقش فيه ايام ما كان الاستاذ عمرو صدقي في البرلمان، والفكره دي نمت من خلال زياراتنا وتحركاتنا في كل على مستوى مصر كلها. المهم الحته اللي نبدا فيها يبقى هدفنا فيها النجاح. لو احنا حافظنا على كل منطقه بالخيرات اللي فيها وخلينا ليها طابع، ما يبقاش كل المحافظات زي بعض. لما نيجي نقول طابا ويبع، ليها طابع وبتطل على مين؟ سوري، بتطل على السعوديه، على العقبه، على ايلات، ودي بتجيب سياحه عالميه، دي اللي بتغذي سانت كاترين. نورتيني وشرفتيني، اشكرك، نورتيني. كل يوم بنقدم رؤى، كل يوم عايزين البلد دي تبقى اقوى بولادها وبعقولهم وافكارهم. السياحه الصحيه عامل جذب كبير جدا على مستوى العالم. هتلاقي الاف ومليارات بتروح الهند، تايلاند. طب ومصر؟ احنا في من ده. منورني ومشرفني استاذ احمد وصيف، اهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك. اهلا. يمكن انتوا قررتوا والدوله المصريه قالت يلا بينا
وهنتحدى ونبقى هنتحمل المسؤولية وهننفذ ده على أرض الواقع في مصر، ومصر آهلة له. كلمني عن ده، كانت الفكرة بدأ من إن كل المحافظات تنفع وفيها أماكن حيوية للسياحة الصحية. الحقيقة خلينا نقول أنه مصر، الدولة المصرية بقى لها مدة بتسعى لزيادة الحركة السياحية بشكل عام في مصر. ابتدينا نوضع استراتيجيات حقيقية على الأرض، ابتدينا نبص على مخططات تنظيمية للمناطق السياحية، نشوف إيه اللي ناقص عندنا، إيه اللي نقدر أن احنا نزوده، إيه اللي نقدر نجذبه أكتر من الشرائح السياحية المختلفة من دول العالم. طبعا السياحة الصحية شيء هام، يمكن اتحركت فيه دول كثيرة زي ما حضرتك أشارتي، وصلت تقدر انها تجذب بيها اعداد مهمة. مصر احنا محتاجين ان احنا نخش فيها بقوة، هتقدر انها تجذب شرائح جديدة، هتقدر انها تخلي السائح اللي بيجي لنا يلاقي خدمات اخرى، تقدر انها تزود من برنامجه في مصر. فالحقيقة هو الاهتمام بشكل عام بالسياحة ومدلولها على الاقتصاد القومي اصبح من اهم الركائز اللي بتوليها الدولة وبتوليها قيادة سياسية لينا، كاستثمار، كمنتجات جديدة. النهاردة بنقول احنا بناخد اول خطواتنا على سياحة او نمط سياحي جديد، وهي السياحة الصحية. ان شاء الله نقدر ان احنا نجذب شرائح اكتر ونقدر نوصل الى دخل اكبر للسياحة. يمكن السؤال ده هسأله لحضرتك ومشاهد بيشوفني انا وحضرتك، بحكم ان انت من اهم المستثمرين في مجال السياحة، هو انا كمواطن مصري هستفيد ايه بالسياحة الصحية؟ طب خلينا نقول المواطن المصري كسياحة بشكل عام. السياحة النهاردة كل الدول بتتنافس على السياحة، بتتنافس على السياحة أولا كدخل، بتتنافس كقدرة على التوظيف القوية، بتتنافس على السياحة لأن السياحة بتوصل إلى مناطق في مصر يمكن ما بيوصلهاش بعض المجالات الأخرى للاقتصاد. احنا موجودين في كل ربوع جمهورية، من القاهرة إلى أسوان، من سيوة إلى شرم الشيخ. فالنهاردة قدرة السياحة انها توصل للمواطن من اول عامل في بازار، من اول عامل على مركبة سياحية، من اول بائع في الشارع، الحقيقة ريس لفلوكة في النيل، كل الشرائح اللي بتوصل لها السياحة دي يمكن ما بيوصل لهاش قطاعات اخرى من الاقتصاد. ده بخلاف بالنسبة للدولة الدخل من النقد الاجنبي اللي هو طبعا عنصر هام جدا كلنا بنوليه اهتمام في هذه الفترة.